الأولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتناول موضوع الرسالة الإدارية لا ليتر أدمينستراتيف. أول سؤال يتبادر إلى ذهننا هي ما هو هدف كتابة رسالة إدارية؟ الرسالة الإدارية هي وسيلة للتواصل بين المصالح فيما بينها، سواء كانت من إدارة إلى إدارة، أو من إدارة إلى موظف، أو من موظف إلى إدارة. سواء تكون الإدارة من نفس المستوى، يعني إدارة مديرية مع مديرية، ولا مديرية مع مديرية عامة، ولا مديرية مع فرع من المديرية. يعني هي عبارة عن وسيلة أساسية للاتصال بين هذه العناصر. إذا عندنا نوعين، كما قلت، نوعين من الرسالة الإدارية. عندنا رسالة إدارية ذات طابع رسمي، أي إلى إدارة مركزية أو إدارة لا مركزية، يعني كما قلت من نفس المستوى أو مستوى أعلى، ذات طابع شخصي، سواء كانت من الإدارة إلى موظف أو مواطن أو موظف، أو من موظف أو مواطن إلى إدارة. يعني يكون هناك دائما اتصال بين هذه الهيئات. إذا عندنا رسالة فيها مقدمة وفيها عرض وفيها خاتمة، يعني كما التعبير بين قوسين، دائما مقدمة وعرض وخاتمة، لكن عندها شكل معين. الشكل تاع الرسالة هي عندنا رونتيت، عندنا الدمغة، أو بعد عندنا من المرسل إلى المرسل إليه، من بعد قبل من نكتبوا موضوع الرسالة لازم يكون عندنا ما هو الموضوع، يعني كأنه عنوان الرسالة، يعني ماذا أريد، علي أن أحدد الهدف من كتابة هذه الرسالة. Il faut que je précise l'objectif de cette lettre avant de l'écrire. يعني في الموضوع نكتب ما هي هذه الرسالة، فيما يخص ماذا، ما هو الموضوع، لأنه اللي راح تبعث له الرسالة ما راحش يقرا الرسالة يعني يقراها، ولكن على الأقل يكون عارف موضوع هذه الرسالة، أي فيما يخص ماذا. ممكن موضوع إذا كان همه، يعني عرفت كيفاش تكتب موضوع رسالة، راح يقرا يعني بإمعان وبتركيز رسالتك. لكن إذا ما كتبتش موضوع بصيغة جيدة، يمكن هذيك الرسالة لا تقرا. يعني هي لازم نعرفوا كيفاش نكتبوا موضوع الرسالة، وهذا موضوع يمكن يكون عنده رسالة عندها تعتمد على مرجع معين. مرجع عندنا حالتين من المرجع، يمكن يكون مرجع مثلا أنا كنت بعت رسالة وما ردوش عليا، نعاود ندير مرجع الرسالة السابقة، يعني ارسالي رقم مثلا، بعت رسالة كانت رقم الرسالة اللي بعتها رقم 1/2022، ولم يتم الرد على رسالتي، نعاود نكتب الرسالة التذكير ونكتب المرجع رسالتي رقم 1 مؤرخة في، يعني هذا أداء إذا كان أنا عاودت بعت الرسالة. ولكن ممكن يكون الرسالة هذه عبارة عن رد لرسالة جات عندي، يعني مثلا رسالة هذيك 120 رقم 120، ندير مرجعكم مرجع رسالتكم رقم 120 ونكتبوا التاريخ معها مؤرخة في، يعني نشوفوا الكاشي تاع التاريخ ونكتبوا المرجع، لازم ما نغلطوش فيه، لأنه كثير من الموظفين ما يعطوش أهمية للمرجع، ما يتحقوش كاع منه. المرجع هو الأساس في الرسالة، خاصة إذا كان رد على رسالة من إدارة إلى إدارة. الإدارات راه عندهم بزاف وثائق، عندهم بزاف ليكرون، وعندهم بزاف التصنيفات، وبالتالي لازم دابا نكتبو مرجع ما نغلطوش في رقم الرسالة، لأنه وقع كثير من المشاكل بالإدارات على خاطر هذه. لازم كي تكتبو مرجع إرسالكم رقم والمؤرخ فيه، لأنه كثير بعض الأحيان يكتبو رقم لكن رقم 105 تجد تكون تاع 2022 ولا 2021 ولا 2016، كنا رسالة رقم 105، لكن عندما نكتبوا رسالكم رقم 105 المؤرخ ولا بتاريخ الفلاني، نكونوا حددنا واش هو المرجع. كي نسوا له نبعثوا له الرسالة الإدارة هذه والإدارة الإدارة المركزية والإدارة إدارة بنفس المستوى، راح يجيب هذاك المرجع ويبحث فيه ويشوف يعني واش هو محتوى هذاك المرجع. ومن الأحسن عندما نكونوا نديروا رسالة بالمرجع نقولوا ردا على رسالتكم المذكورة في المرجع أعلاه والتي تضمنت، يعني نكتبوا يعني هكا ملخص هكا على ما جبدهاش، يكون عندها فكرة على واش تحدثت هذاك المرجع. هكذا باش نكونوا يعني يكون عندنا اتصال، يكون نعطوا قيمة للرسالة الإدارية. نشوف يعني بعض الأحيان مؤخرا ما مش عطوا بزاف قيمة للرسالة الإدارية. الرسالة الإدارية هي الأساس، هي الوجه تاع الإدارة، يعني لازم نصيغوها بطريقة يعني تعبر عن مستوى راقي
في كتابة في المرسلة الإدارية. إذا صيغة التقديم، كما قلت أن صيغة التقديم مع وجود مرجع نقول ردا على رسالتكم ولا تبعا لرسالتكم سويت à votre envoi numéro du en réponse à votre envoi numéro du ولا votre envoi cité en référence على خاطر كي نديروه objet موضوع نديرو référence votre envoi numéro du donc en faisant suite à votre envoi cité en référence يعني ولا votre envoi numéro du يعني من أحسن ديرو سيتي اون ريفيرونس على خاطر مكتوب ديجا في الريفيرونس. إذا بموجب إرسالكم ما تكون في المرجع أعلاه، دونك سويت أ فوتخ أنفوا سيتي اون ريفيرونس ولا سوس ريفيرونسي في مرجع أعلاه مقصود به سوس ريفيرونسي. سوس معناها أعلى، ريفيرونسي معناها مرجع. ممكن يكون عندنا رسالة بدون مرجع، يعني الإدارة هي اللي طلبت مثلا المحاسبة، يطلبوا مثلا اعتمادات مالية، يشرفني أن أطلب منكم مرحلة اعتمادات مالية وذلك لنقص الاعتمادات في الباب التالي. Nous avons l'honneur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous octroyer un crédit suite au déficit constaté dans le chapitre 31-11. Un exemple, par exemple. Voilà, مناصب. يعني يشرفني أن أطلب منكم منحة مناصب وذلك من أجل ترقية الموظفين على أساس الشهادة كما يلي. يدير جدول ويوضح، يعني ماشي شرط أن تكون رسالة لازم تكون فيها مرجع، يعني ممكن يكون حنا نطلبوا حاجة وما يكونش عندنا مرجع فيها. كاين بعض راح نشوفوا بعض العبارات، بعض العبارات اللي لأنه الأسلوب تاع المراسلة رسالة أسلوب إداري ماهوش ما لازمش تكون مباشر فيه بالذات، تكون يعني نستعمل بعض العبارات تاع المجاملة وتاع كلمات يعني ما تكون ماشي نحفظوها ولكن بالممارسة ونشوفه يعني اللي يكون جديد يشوف في الأرشيف، يشوف في الوثائق اللي على الإدارة، يشوف الكرونو، يشوف كيفاش كانوا يكتبوا رسالة قبل، يتعلم يشوف راح يعني ممكن هناك راح نشوف الوضع يعني في صندوق الوصف رابط اللي ملف رائع يعني في التحليل الإداري، يعني يكون هناك عن العبارات اللي نستعملوها، علاش نكتبوا رسالة، كيفاش نتعاملوا مع هذه، لازم نعطوها أهمية حتى لو كان كنا مقلقين لازم نعطوا أهمية للرسالة، لأنها كما قلت هي تعبر عن، هي عبارة عن واجهة الإدارة، واجهة الإدارة. كي تكون رسالة مكتوبة مليح تكون جيدة، تكون تعطي صورة جيدة للإدارة. إذا مجاملة مثلا ما نقولش دائما إنني أرفض لكم هذا، مثلا إذا كان ترفض شيء ما نقولش نرفض، قل ليس في مقدوري ولا سنتمكن من إجابة طلبكم حين تسمح الظروف ولا حاجة تحب تذكرها، ما تقولش لقد نسيتم هذا، يقول لا يفوتني أن أذكركم، يعني يكون هناك عبارات يعني تاع مجاملة. وهنا مثلا إذا كانت السلطة، إذا كان السلطة من سلطة إلى سلطة أدنى، إذا كان مثلا غيابات كثير موظف أتخذ الإجراءات اللازمة، ولا لقد لفت انتباهي بأنكم تكثرون من الغيابات دون مبرر، ولقد تبين لي عدم حرصكم على خروجي إلى مختلف الورشات مثلا المهندس ولا التقنية اللي تاع السكن، ولا كثر مثلا أخطاء كثيرة، يعني أجدني مضطر لاتخاذ التدابير اللازمة، يعني يكون هناك أخطاء تقام، ولا لاحظت عليكم دونك هكذا، يعني دونك جو بخوندغي لي ديسبوزيسيون نيسيسار يتخذ الإجراءات اللازمة. إي ما إتي كونستاتي دو جو موفوا دون لوبليكاسيون دو بخوندغ ديسبوزيسيون نيسيسار. J'ai constaté que votre négligence dans votre travail ou dans votre مثلا يكون يعني راح موظف يكون راح ورشة وما قامش يعني بالمحضر تاع الورشة هذاك، ما بلغش عفوا السلطة حول عمله، يعني ممكن يعني هناك كما هكذا مثلا. ثم أن عفوا الأدلة مثلا يبين علاش خد قرار معين مستند في ذلك إلى المرسوم، مثلا عندنا موظف طلب مثلا حالة الاستيداع، حالة الاستيداع هو ماشي ما عندوش سنتين عمل ولا
ماشي مرسم واطلب إحالة الاستئناف. القانون ما يسمحلوش. إذا الإدارة كترد عليه استنادا على إلى المادة الفلانية من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه لا يمكنكم الاستفادة من إحالة الاستئناف. دونك سي بازون سور l'ordonnance 603, nous ne pouvons faire suite à votre demande. Et la règle d'Eric, l'aime que le cachet est un animal misérien. Et Nani, pas de quoi dire un animal. Allez, mon cachet, on a un peu de temps. Mais contre, l'aime que le cachet est un animal misérien, le titan sont à la d'Eric. Le tertib, nous qui n'y connaissons pas, nous sommes à la fin Mijiha, enfin, d'une part, d'autre part, mais c'est pas à main de façon générale ou de façon particulière. Et dans votre idée d'Eric, أولا ثانيا أن هناك عبارات تستعمل تكون هناك رسالة منظمة. عندما نقرأ رسالة عندما نكتب رسالة نراجعوها نشوف الأخطاء من أي راه كاين وارد. عندك كوكتور أوتوماتيك سواء بالعربية أو الفرنسية أنا قواميس نتعلمو كل مرة نشوفو نقراو. يعني كانت عندنا أعتقد كانت زميلة قبل كانت عندها مديرة قالت لها كنت نحكم الجرائد جورنو كما الوطن والكوتيديان الفرنسية ولا الخبر ولا شروق، يعني هذه الجرائد المعروفة اللي عندها كتب جميل في الكتابة، يعني تأخذ الكلمات منها وتوظفها في الرسائل، كانت رسائلها يعني رائعة، يعني تعطي قيمة للإدارة التي تنتمي إليها. إذا في الخاتمة يعني وأخيرا وختاما وأخيرا يعني كيكون كي موظف بعد ولا مواطن بعد الإدارة تقبل سيدي المدير، يعني على حسب المدير العام ولا المدير ولا الوزير ولا الوالي ولا على حسب بعد اسمع عبارة التقدير والاحترام في croire en ma parfaite mon profond respect ولا من إدارة parfaite considération، ولكن بزاف يعني عبارات يعني ممكن نقوم بها. طبعا نشوفوا بعض الأمثلة يعني الإدارة اللي نعمل فيها. هنا عندنا كيكون كاين نتيجة مع التكوين المتوسط، كاين هنا فترة تربص تاع من أجل الترسيم، وهذه الثالث نص عليها هي التعليمات المرجع. هنا نكتب المرجع والموضوع فيما يخص تكوين تكميلي أثناء فترة التربص التحاق بالرتبتي عام إدارة عام رئيسي وعام إدارة. يعني هنا في الموضوع راح قال واش هو الهدف من الرسالة، أنه راه يتحدث عن التكوين التكميلي، راه كاين تكوين تكميلي. إذا هو راه عنده كانوا كنا عملنا قبل طالب تحت الزملاء وشكون هما كلش باش يديروا التكوين، عاود كلي ذكره يوجب التعليم المشاريع المتضمن التكوين التحضيري أثناء فترة التربص. شرفوا أنتم الخامسة من امتيازاتكم وفاتنا بتاريخ بداية التربص، لأنه كان قبل كان بعث له بلي كاين موظفين وشكون هما وقائمة وكذا، وهنا قال له عليه متى يكون يبدأ التربص مع الاتفاقية طبعا باش ياخذوا الإجراءات اللازمة. إذا هنايا عندما يكون عندنا موظف جديد إلى نطلبوا يعني توثيق مؤهلية وشهادات، لأنه إحنا ماناش وصح هذاك الموظف دخل، ولكن لازم يكون عندنا توثيق تاع الشهاده. اذا نطلبوا من مدير الجامعه اللي يكون فيها اللي تخرج منها هذاك الزميل الجديد اللي توظف، نطلبوا منه توثيق مؤهلات الشهادات. عندنا شهاده النجاح تكون مرفوقه طبعا بالكشف تاع كشف النقاط. اذا عمل بمقتضيات النصوص التنظيميه والشرعيه اعلاه اللي هي رساله مشهورة قبل 444 وتعليم 124. إذا السيد فلان يستغرب تحصل على شهادة ماستر تخصص بناء أدمغة صانع المسلحة، شرف أن أطلب منكم مراقبة صحة هذه الشهادة. من بعد الجامعة تعاود تبعث الإدارة إذا كانت فعلا هذه الشهادة موجودة عندهم أم لا، وطبعا تكون هنا نوضع نسخة إلى رئيس مفتشات الوظيفة العمومية أننا قمنا، لأن إحنا ملزمين أن كل ما يتوظف واحد جديد يكون عنده مؤهل اللي يكون فيه تكون ولا نبعثوا للإدارات للمؤسسات التعليمية اللي تخرج منها ونعطوا نسخة نمنحوا نسخة نبعثوا النسخة لرئيس مفتشات التوظيف العمومي لتلك الولاية. إذا هنا عندنا زميل كان نجح في ترقية اختيارية وعنده تكوين لمدة 6 شهور، وبالتالي لازم نعلمه رئيس المصلحة تاعه ونعلمه هو كذلك أنه أي أنه معني بالتكوين لمدة 6 أشهر، ونعطوه الرسالة، ولكن المراسلة لازم تفوت على رئيس المصلحة باش يكون على بالها أنه التقني اللي معاها في المصلحة أنه راه
ابتداء من 7 سبتمبر 2017 كل خميس عنده تكوين في هذا المعهد. وكذلك هنا يا زميلة كانت طلبت يعني تقاعد نسبي، ولكن التقاعد النسبي كان نحاوه، وبالتالي هنا كانت الإجابة للسيدة شريفة عن حفظ بيانات، كانت هي ماشي ما عندهاش، ما كانش عندها يعني 55 سنة ولا 58 سنة بالأبناء ولا 53 ولا 54، ولكن كان عندها 47 سنة ولا، وحسبت بلي مازال كاين التقاعد النسبي. دار الطلب والإدارة رجعت لها ردا على سيادتكم المؤرخة في 17 سبتمبر 2017، علمكم أنه لا يمكن قبول طلبكم مذكور أعلاه نظرا الإجراءات الجديدة للتقاعد حسب، هنا كاين أدلة هنا حسب ما جاء به مرسوم رئاسي 16/5 مؤرخ في 31 ديسمبر 2016. هذا المرسوم هو الذي حذف إمكانية الحصول على التقاعد النسبي، وبالتالي قد تم الرد على الزميلة بعدم إمكانية ذلك. هنا بلغة فرنسية يعني كمثال، عندنا لو ديريكتور ا مسيو لو ديريكتور جينيرال دي زيكيبمون بيبليك من تضابيط دو لوربانيسم دو لا فيل. قلنا بلي هنايا كنا شفنا يعني في اول درس حول التحليل الاداري اننا دائما نتبع حسب اللي بعثونا الرسالة، عندنا ديريكتور جينيرال دي زيكيبمون بيبليك المنتمي الى وزارة السكن والعمارة والمدينة بالجزائر. هنا وهو واش هو الموضوع، اوبجي هو موضوع بيلون زيكيبمون بيبليك اريتي او 31 مارس 2021. طبعا هذا الصفر ما عرفش نكتب شحال كان هما بعثوا مراسله، وهذا فاز انسويت افو ترونفو سيج ريفيرونسي اللي هو هذا جي لونور دو فو ترانسميتر سي جوار بين اونتيكيما بيبليك بياس جوانت بي جي، هي بياس جوانت ممكن نكتبوا بياس جوانت او بي جي او ملحقات باللغه العربيه. جي لونور دو فو ترانسميتر سي جوان لو بيل اونتيكيما بيبليك اريتي 31 مارس، وهذه عباره مجمله يعني هذيك امثله. هنا عندنا من مواطن الى اداره، مثلا هذه تاعي انا كنت باغي نتبع ماستر ماستر كانابلو مسيو شيف ديبارتمون دو لافورماتيك دومون ديسكريبسيون ماستر دو اوبسيون انجينيور سيستيم دو فورماسيون. وهنا كان الملف تاعي جي لونور دو فو دوموندي دو بيان فولوار اكسبتي ما دومون ديسكريبسيون ماستر دو اوبسيون انجينيور سيستيم دو فورماسيون. وهنايا كنت تحدث يعني متى تخرجت، وهنا عبارة المجاملة. إذن هذا كأمثلة يعني كلمحة، ما نقولش أني ألممت بجميع مواضيع جميع حيثية الرسالة، ولكن هذه فقط أني أؤكد دائما أنه اللي يكتب الرسالة لازم يتمرن عليها، لازم يقرأ، لازم يبحث، يعني ماهوش غير هكذا، يعني لازم نركزوا فيها ونكون دائما كي نكتبوا الرسالة دي في بالك ولا ديري في بالك أنها هي واجهة الإدارة، اللي ممكن يكون مدير يكون مقلقين عليها ولا، ولكن اللي حر الرسالة لازم يعطيها قلبه، يلم بجميع العناصر المتعلقة بالرسالة من حيث تحديد الهدف، علاش باغي نكتب هذه الرسالة، لما راني باغي نكتبها، وكيفاش غادي نكتبها. أتمنى أنني حاولت يعني بكل ما أستطيع أني أفصل.